منذ بدء تظاهرات العراق ولحد اللحظة سجلت إحصائيات الشهداء مئات المتظاهرين لمطالبتهم بحقوقهم المسلوبة في مختلف المحافظات وعلى صعيد كربلاء. غيبت اللجان والتحقيقات على أبرز الناشطين منهم فاهم الطائي الذي مضى على استشهاده أكثر من 500 يوم دون الكشف عن أي تفاصيل تذكر على حد قول ذويهم. اليوم أنا بنت الشهيد فاهم الطائي، أوجه رسالتي بداية للأحزاب اللي اغتالوا الشهيد إيهاب الوزني بعد الشهيد فاهم الطائي. أول شيء لو مو إيهاب، لو ألف واحد غير إيهاب تغتالوا، الساحة ما تنتهي. ساحة أحرار كربلاء بها أحرار، ولد فاهم موجودين، المتظاهرين الأحرار موجودين، أخوة إيهاب موجودين، الساحة كلها موجودة. هاي أولا. ثانيا بعد 518 يوم عن اغتيال والدي فاهم الطائي، أي ما يقارب سنة ونص أو راح يقارب سنتين، اللجنة اللي شكلت تاريخ 8/12/2019 اغتيال والدي فاهم الطائي لحد هذه اللحظة لم تكشف أي دليل، رغم وجود كثير من الأدلة لديهم، رغم وجود الكاميرات. فبعد هذا كله أنه اللجنة كانت متشكلة وراها 518 يوم يغتالون إيهاب، إذن أين دور اللجنة؟ أين دور الحكومة؟ أين دور الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية المتظاهرين؟ نطالب الجهات الأمنية بالأخص السيد محافظ كربلاء، نطالب محافظ كربلاء بالكشف عن اللجنة اللي وضعها هو في عملية تحقيق اللي صارت باغتيال والدي. اللجنة لحد الآن صار أكثر من سنة ونص، يعني إحنا لمن نروح؟ الناشد مجلس القضاء الأعلى فائق الزيدان، لأن هاي عمليات اغتيال يراد مجلس تحقيقي على مستوى قوي. قبل أيام معدودة ساد الحزن في كربلاء على استشهاد رئيس تنسيقية التظاهرات إيهاب الوزني بسلاح كاتم للصوت وخمسة رصاصات اختارت قلبه للسكن والذهاب لعالم آخر من أمام منزله. أهل الشهيد طالبوا بإنصاف التحقيق والعثور على الجنات بأقرب وقت بعد إمهال محافظ كربلاء 72 ساعة، واعتبروها كافية على حد قولهم بتأييد المتظاهرين. نطالب بدم الشهيد ونكون ونريد شفافية التحقيق. لحد الآن المسؤولين كلهم قاعدين على الكراسي ودم المغدور ما كنتها نفس دم فاهم الطائي، والشباب بالساحات كل يوم يخترقون الساحة ويريدون يقتلوهم بعد أكثر، وأريد الشفافية والنزاهة بالتحقيق، لأنه أخويا ملف على شنو انقتل؟ انقتل على حق الشعب، كلمة الحق والعدل. هم ما يريدون هاي دم الشهداء تحت كراسيهم وهم قاعدين على الكراسي. أيام تمر بلياليها وفاقدها الشهداء ينتظرون بشرى أخذ حق دم أبنائهم المغدورين لأجل كلمة الحق. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم كربلاء.